اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج بوضوح. حظر نظام اداره النفايات الجديده استيراد او ادخال النفايات الخطره الى المملكه او الى يعني مياه الاقليميه او المناطق البحريه الاخرى، واكدت لائحه النظام الذي اقره مجلس الوزراء الموقر انه يحق المركز الوطني لاداره النفايات اقتراح تحصيل رسوم على استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، كما يحدد المركز المقابل المالي على منتجي النفايات، إضافة إلى إسناد بعض الخدمات إلى القطاع الخاص. وبحسب اللائحة الجديدة أن كل من يقوم بتخزين النفايات أو حرقها أو معالجتها أو التخلص منها بأي طريقة تشكل خطر على الصحة العامة أو ضرر على البيئة يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن 10 أعوام وبغرامة لا تزيد عن 30 مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. جميل جدا حقيقة أن يكون لدينا قواعد لإدارة النفايات وعند المركز الوطني لإدارة النفايات. النفايات يا جماعة اليوم تراها كنز اقتصادي مجهول. تقدر النفايات على مستوى العالم ب 30 مليار طن على مستوى العالم، هذا تقدير يعني. المملكة العربية السعودية بس على الغذاء تخيلوا 180 كيلو كل واحد فينا في هذا البلد العظيم مواطن أو مقيم، يعني هذه يعني زي ما اقول لك فاقد يعني شايف، او استهلاك غير مبرر للغذاء فقط يعني. فتخيلوا يعني هذه كميه النفايات. طبعا النفايات مشاكلها عديده، مشاكل حتى لو ردمتها تحت الارض في لها مشاكل، لانه حاجه بيسموها اللي هي الانبعاثات للغازات الدفينه. تخيلوا تحت الارض بس غازات دفينه، ومن ثاني اكسيد الكربون، وقص على ذلك من المشاكل البيئيه التي ليس لها حصر. اهتمام مقام يعني مجلس الوزراء الموقر بهذا الموضوع يعطي دلالة واضحة انه النفايات خطر مضحك اذا كان ما اهتمينا فيه، وفي نفس الوقت هو اقتصاد زي ما قلنا، يعني ممكن هو يتحول الاقتصاد ما يعرف بعملية التدوير. اليوم العالم يقال يعني الدول المتقدمة يمكن 90% تدوير و10% كذا. نحن حقيقة الا خلينا نحن بوضوح يمكن أقول 1%، 1% جدا قليل، يعني 99% هدر للنفايات وكذا، 1% يمكن إعادة تدوير. وزي ما قلنا اليوم من يعني اليوم لو أخذنا بس الكمبيوترات وأخذنا السيارات، هذه فيها من الكنوز الدفينة في عملية إعادة التدوير. فأنا أعتقد أنه هذا النظام مرة ممتاز، اللائحة مرة ممتازة، وبالذات فيما يتعلق حقيقة بالنفايات الطبية. عديك حدث ولا حرج، يعني أختارها مضاعفة. فأعتقد وجود مركز وطني طبعا من فترة وما هو اليوم، لكن موجود الآن، ووجود لائحة حقيقة مهمة جدا. نتمنى بإذن الله أن نصل إلى طموح الرؤية في إعادة إدارة النفايات، وأيضا قرار مجلس الوزراء الموقر، وأيضا في اللائحة التنفيذية بأن نكون حقيقة يعني مجتمع حاضر مع التطور وإعادة التدوير لهذه النفايات، لأن تصبح اقتصاد بإذن الله في المستقبل القريب. بوضوح ألقاكم.